السؤال الجميل ده أنا هيجرني لإجابة سؤال وهربط ده بده. اتفضل. لماذا التشكيل؟ نعم. يعني السؤال ده ناس كتيرة تقول لك ما أنا مفروض جميل في عينين ربنا. بالظبط. مش بيقول كل الجميلة يا حبيبتي وليس فيك عيبة. بالظبط. فخلاص ربنا يعني يرضى بي على كده وأمشي معاه وأصلي وأصوم وخلاص. تمام. لكن بيوضح في رسالة رومية إصحاح 9. تمام. كلام مهم جدا من عدد 21. رومية 9 من عدد 21 بيقول: أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ تمام. وبعد كده يقول في عدد 23: ولكن ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. وبعد كده بيقول في عدد 25: كما يقول في هوشع أيضا: سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة. وبعد كده يقول في آخر عدد 26: يدعون أبناء الله الحي. عدد 28: متمم أمر وقاضي بالبر. تمام. إيه معنى الكلام ده؟ لما أحب أقول ليه ربنا بيشكلنا، أول إجابة: لأن مشيئة ربنا أن يصنعنا شبه ابنه يسوع. تمام. تاني أمر ده مهم جدا، لأن الخزاف عايز آنية للكرامة. تمام. شايلة كرامة من السماء. يعني أنا أسألني أنا كإيميل أجاوب لك من غير أي عملية رتوش. بيئتي وتربيتي وما صنعوا الأهل فيا والمجتمعات اللي قبل معرفة الرب، ألاقي نفسي عندي قصور، عندي ضعف، عندي حساسية، عندي أنانية، عندي خوف، عندي قلق، عندي انزعاج، عندي انطواء، عندي اكتئاب. كل ده في شخصياتنا، فينا. تمام. لما ربنا بيدخل حياتنا مش بس عشان نكون مشابهين صورة ابنه، لا، يقول لي انت اللي انت فيه ده ما ينفعش تمشي بيه معايا. تمام. لان في حاجات مرضيه، فانا هصنع منك انيه للكرامه. هللويا. اشفيك واتعامل معاك. ثالث سبب: انيه للمجد. انيه تجذب، انيه تسمو، يعني يتشاور كده: ايه ده اللي فيه؟ ببساطه اصل الرب اشتغل فيه. هللويا. اصله ابن لله. هللويا. اصل ربنا عمل معاه. الأمر الرابع: ليه ربنا بيشكل فينا؟ الجملة الخطيرة في عدد 26: عشان ندعى أبناء الله الحي. وعشان أكون ابنه لازم تبان في حياة الروح، شغل الروح. أنا تربيت من أب يمكن في حياتي أنا الشخصية كم من الثغرات، كم من الأمور اللي أنا اشتكيت فيها. عشان يدعوني الرب أنا ابنه، نعم، لازم يعمل في عمل حي. نعم. نعم. شفيني من أمور صعبة. هللويا. أبناء الله الحي يشكلني عشان أكون ولده اللي معمول بروحه الحي. فأقدر وأنا ماشي أقول إيه؟ بتغير كل يوم، بترفع كل يوم، بتشدد كل يوم، بقوم كل يوم، بتقوى كل يوم. إيه اللي بيحصل؟ ربنا شغال فيا بروحه الحي. نعم. نعم. الأمر الخامس وده مهم جدا، يقول في عدد 30: فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر. يعني إذا ربنا كان شعبه زمان إسرائيل، لما جه يبص للأمم المساكين الغلابة مش هم راحوا له، هو اللي راح لهم. وده معناه السامي: أنت بالرحمة وبالحب والنعمة دورت عليا. وعشان تدور عليا بالرحمة والنعمة والحب، فانت عايز نوصل للبر. ايوه. فالنقطه رقم 5 ودي مهمه جدا، ليه بتشكلنا؟ يقول عايزكم تدركوا البر. هللويا. البر يعني الغطاء. نعم. فربنا بيشتغل مع كل انسان خاطئ ومؤمن. يعني لما ربنا يقول لك، واحد يقول لك ده ربنا اتعامل معايا زمان باحلام بس ما خدتش بالي. ايوه. بحادثه بس ما خدتش بالي. كان تشكيل. كان تشكيل. بالظبط. ربنا بيحب كل البشر، كتلة الطين مش بس المؤمن والخاطي، لأنه هو قلبه كبير. فاللي قدام الحلقة دلوقتي بيئن من مرض معين، من أزمة معينة، من فقدان حبيب، متسائل، محتار، باكي، متوجع. أنا قبل الحلقة على طول وأنا بلبس، حد اتصل بيا وقال لي أنا مش قادر أقبل ظروفي، وبكى في التليفون. فأنا رحت قلت له كده، قلت له: من فضلك كن ويانا النهاردة في القناة، يمكن الرب يكلمنا بكلام يشفينا كلنا. أيوة. ففي ناس مش قابلة. صحيح. في ناس رافضة، في ناس متسائلة. صحيح. وكلام ده كبير. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ازاي يا رب؟ ليه الخسارة؟ ليه الوجع؟ ليه تاخد مني حاجة غالية؟ ليه تفقدني؟ ليه تكسرني؟ ليه ترميني؟ ليه تمررني؟ أيوة. ليه تضطرني؟ ليه تظلمني؟ أيوة. ليه تتجاهلني؟ أيوة.
فربنا يقول لا 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 لا، ده مش انا ما بعملش كده، ده انتوا ترجمتوها كده، لكن ده انا بشكل فيكم عشان تدركوا البر. هللويا هللويا.